واشوف الاضطراب النفسي. نقول اضطراب نفسي، اضطراب نفسي ليه؟ لانه بيتكون من عده اشياء، من ضمنها هو لازم ياثر على حياتك. يعني احيانا فيكم في اختلاف ما بين الشخصيات، ما كلنا زي بعض. كويس؟ يعني ابراهيم عنده حاجاته، دكتور مبارك عنده، استاذ الدين عندها، كويس؟ مختلفين، لكن الاختلاف ده كله في اطار الطبيعي. بتين بنقول انه مثلا في اضطراب نفسي لما ياثر الحاجه دي، تاثر على حياتك في اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا، ما تقدر يعني تستقيم امورك وجود الاشياء دي، يعني ما تقدر تشتغل، ما تقدر تؤدي واجباتك الاجتماعيه بشكل كويس، مزاجك ما يكون بشكل كويس، يعني كل الامور دي ما تقدر، حتى ممكن تصل لدرجه في بعض الناس ما يقدر يهتم بنفسه، يتفاوت من زول يتفاوت. فلما يصل الدرجه دي بنقول عليه اضطراب. ما دون ذلك بيكون في مرات احيانا يعني شيء من الاختلاف، شيء من المسميات الثانيه، كويس؟ ففي في 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 شيء يفرق ما بين الاضطراب وما بين الشيء الطبيعي يعني.